فعمليا نحن بدنا نكمل اليوم من حيث انتهينا. يعني الخطة اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي، خارطة الطريق، وصف المقرر، حنمشي فيه تباعا على مدى الأسابيع القادمة لننهي المقرر ضمن المهل الإدارية المعطاة لنا. إن شاء الله نتعاون إحنا وياكم لإنجاز هذا المقرر على أكمل وجه. في مخص هذا المقرر كعلم نفس مدرسة، هو واحد من عشرات المقررات اللي بتنعطى لطلاب هذا الاختصاص على مدى المراحل العلمية أو الأكاديمية المعتمدة، من إجازة أو دبلوم أو ماستر إلى آخره. فعمليا هو واحد مثل ما قلت من عشرات المقررات، وهو يعتبر كعلم نفس المدرسة فرع من فروع علم النفس التطبيقي اللي بترتبط بسلسلة فروع. لناخذ فكرة بس عن سلسلة الفروع المقصودة، ححاول ضوي أنا وياكم على أبرزها. هلا بالسابق يمكن كثار منكم شافوا هذه السلسلة من الفروع، بعرضها على الشاشة، طلعت الصورة قدامكم. طلعت. باختصار شديد، هذه هي سلسلة كبيرة من الفروع وتطبيقات علم النفس، ابتداء من علم النفس العام إلى مش بهالتراتبية، أكيد هودي موجودين كفروع وتطبيقات، فيهم نظري فيهم تطبيق، مقررات تدرس أكاديميا بمعظم الجامعات، في البعض منا يعتبر فروع تخصص دقيقة. يعني أنتم بالمستقبل مثلا موضوع العيادة أو المدرسة أو العمل بلبنان مثلا تاخذوا إذن مزاولة مهنة بناء على اختصاص دقيق بعلم النفس، اللي هو علم النفس العيادي مثلا أو علم النفس المدرسي. العمل بعد عم ينشغل عليه كمان، مفترض يتاخذ إذن مزاولة مهنة كاختصاص نفسي بمجال العمل. بكل دول العالم هذه الاختصاصات دقيقة موجودة. كمقررات وكفروع هذه هي بالإجمال نستعرضهم أنا وياكم بعجالة. عندنا مثلا علم النفس العام، في عنا علم النفس التنظيمي له مسمى آخر اللي هو صناعي أو مهني أو عمل، تختلف المسميات باختلاف المنطقة الجغرافية اللي عم ينطرح أو ينعرض فيها الاختصاص. بمعنى في البلدان اللي فيها مصانع يا فرح بدنا ننتبه. فعمليا قلنا بحسب المنطقة الجغرافية بيكون تمييز اسم أو عنوان الاختصاص. يعني بالمناطق اللي فيها مصانع بسموه علم نفس صناعي، بالمناطق مثل بأوروبا مثلا أو بشرق آسيا، المناطق اللي فيها مهن تركز على المهن مثل سوريا بمصر كمان في مهن في مصانع، بلبنان اصطلاحا بالجامعة اللبنانية بسموه علم نفس العمل، بدول مثل أمريكا بسموه علم نفس التنظيم. كمان ما بيمنع يكون في أكثر من مسمى بنفس المنطقة الجغرافية نتيجة اعتبار وجود صناعات ومهن ومؤسسات ضخمة للعمل. فهذه فكرة بالإجمال. كمان بالعناوين في عنا علم نفس الإعلام أو له مسمى علم نفس الاتصال أو الإعلام، في عنا علم نفس المقارن بيقارن مثلا بين الذكور والإناث على سبيل المثال بالآي كيو مثلا أو بالقدرات الذهنية أو المعرفية أو بقدرات النمو إلى آخره. وأحيانا ممكن تكون المقارنة من جيل لجيل، يعني أطفال مع مراهقين مع راشدين. في عنا علم النفس القانوني أو القضائي، عنا علم النفس التجريبي اللي عمليا السلوكيين بيعتمدوه كمنهاج وبيشتغلوا على سلسلة من المخلوقات اللي تشبه البشر إلى حد ما، وبالتالي يتم إجراء نوع من التجارب والاختبارات وممكن يعمموها على البشر إذا كانت بعض الخصائص مشتركة بين هذا الكائن اللي عم ينعمل عليه التجربة والبشر، مثل معظم تجارب التعلم. وأنتوا بتاخذوا مقرر اللي هو علم نفس التعلم يرتكز على تجارب أتمها التجريبيين أو السلوكيين على مخلوقات سواء حيوانات أو ما شابه اللي بتشبه البشر على مستوى تلقف هذه العلوم والتعلم.
في عندنا علم نفس النمو أو له مسمى النمائي، التنموي، التطويري. في عندنا علم نفس الإجابة كمان مقرر بهذه السنة أيضا بتاخذوه. في عندنا علم نفس النجاح، في عندنا علم النفس العسكري أو الحربي. في المعرفة كمان مقرر بتاخذوه بمرحلة الإجازة. الإحصاء أو علم نفس الإحصائي أو الكمي، الأدبي، الإدمان، السياسي، اللغوي. العيادة أو له مسميات أخرى مثل الأكلينيكي، سريري، مرضي، علاجي، بيخدم نفس الأهداف. في عنا علم نفس البيئة أو الألوان، دلالات الألوان، إحنا بنعرف كل لون له دلالات. إحنا مثلا بمختبر علم النفس بينحط الظروف الفيزيقية للمكان على مستوى الوضع الفيزيائي للمكان، ألوان الحيطان وما شابه. يتم اعتماد ألوان معينة بتساعد على الاسترخاء، تمنع التشنج والتوتر. نفس الشيء بغرف العمليات الجراحية، نفس الشيء المرايات اللي بيلبسوها الأطباء أو الممرضين. كل هالألوان لها دلالات، شيء يعين على الاسترخاء. ببعض الأماكن بالمطاعم مثلا بحطوا ألوان ما بتساعد على الاسترخاء. ليش؟ طالما المنحى تجاري واقتصادي ومادة، فبهمهم أصحاب هذه المؤسسات أنه الزبون ما يطول كتير، بفوت بيدفع بياكل وبيفل، يعني ما بيهمهم كتير يستأنس بالقعدة. على ذلك حتى الكراسي ببعض المطاعم الثقيلة بتكون منا مريحة. ليش؟ حتى الواحد يخلص أكل يفل، دفع من احنا هذا بزنس نحن وياه. فرحنا هلا لشيء ثاني خاصه بفيزيقية المكان كاصطلاح، الألوان جزء منه. في عنا علم النفس الأمن أو علم النفس الشخصية. في عنا علم النفس المدرسة اللي هو هلا عم ناخده أو له تسمية أخرى، علم نفس المدرسة أو التعلم أو التربوي بمعنى أشمل عفوا، أو التعليمي. عنا علم النفس التجاري، تعرفوا حتى بعطي مثل تاني بموضوع التجارة، تلاقي مثلا ببلدان برا هلا عنا ما بيهتموا كتير وما بيعتنوا، مثلا بالمؤسسات الاستهلاكية، التعاونيات وما شابه. عمليا بيحطوا أكثر سلع عرضة للشراء وللطلب، بيحطوها بعمق المؤسسة بداخل الداخل، مش مثل عنا. عنا ما بينتبهوا للمنطق النفسي بالموضوع، بمعنى أنه افترضوا مثلا الخبز أكثر سلع هي بتنشرها، أو مثلا النساء بيشتروا هيدي السلعة أكثر من غيرهم، الرجال بيشتروا هيدي السلعة أكثر من غيرهم. فهودي السلع بيكون في دراسة عليهم، بينحطوا بعمق المؤسسة جوا جوا جوا، حتى يفوت الزبون هو فايت لياخد سلعته، بيعرف مكانه جوا، بطريقه بصير يلاحظ بعض السلع التانية، النظر بيجذب، فبيقوم بصير يستحلي ويشتري. علم نفس اللعب أيضا، علم نفس الثقافة أو عبر الثقافة أو عبر الثقافات أو عبر الثقافة، أيضا مسميات عديدة. علم النفس المرأة لما يختزل ويحتوي هذا المقرر من كثير من السلوكات والدوافع والأسباب والأمور اللي بحاجة إلى التفصيل والتأويل والشرح. يعني على سبيل المثال بعطي مثل بسيط على مستوى فرضا تجزئة الانتباه. هو الانتباه في له سلسلة من الأنواع، يبدأ ب نوع بسيط منه اللي هو اليقظة، مرورا بتركيز الانتباه أو الانتباه المستمر أو المكان الانتقائي، في شيء اسمه تجزئة الانتباه، قدرة على تجزئة الانتباه. النساء بيولوجيا مهيئين أكثر من الرجال على القدرة على تجزئة الانتباه، بيهتموا بسلسلة مثيرات ومنبهات بعرض بعضهم. ناهيك عن هذه النقطة، مثلا في كثير نقاط أيضا تميز النساء. على سبيل المثال الموضوع البيولوجي، موضوع الهرمونات، تذبذب الهرمونات، ثبت علميا بالدليل وبالإحصاء وبالبحوث التي تم إجراءها بالعديد من الدول المتقدمة بهذه العلوم، أنه أكثر مرحلة تكون فيها النساء عرضة للتوتر ومستويات من القلق بتكون بفترة عدة أيام مثلا ما قبل الدورة الشهرية. فبيلاحظوا نتيجة هذه البحوث أنه في كثير من جرائم القتل أو الانتحار تحصل عند النساء بهيدي الفترة. فالموضوع أكيد بيستاهل الدراسات. عم بحكي بكم نقطة، وأكيد في كثير أمور إيجابية يمكن تسليط الضوء عليها، بس أصدت بهذه الأمثلة موضوع أهمية هذه المقررات. علم النفس الاجتماعي كمان مقرر يعطى بمرحلة الإجازة،
وبيستمر على نفس التكوين، الطب الدوائي او الصيدلي الصيدلانه، البيولوجي او الحيوي، علم النفس الاسري او العائله، الرياضي العصبي الديني او الاديان، الفيزيولوجي غير البيولوجي، البيولوجي اللي فوقه تماما يعنى بدراسه الاعضاء البشريه، الفيزيولوجي وظيفه تأييد الاعضاء. اللي عم يفتح المايكرو بده ينتبه يا صبايا ويا شباب. علم النفس فإذا الفارقي أو الفارق أو الفروق الفردية، السياحي توافقي، الإبداعي أو الإبداع، الجنائي أو الشرعي أو الجريمة، كمان يعطى كمقرر السنة الثالثة. علم النفس الارتقائي أو التطوري، الغرضي بمعنى الغائي الهادف. علم نفس الطيران أو الفضاء، احنا بنعرف انه هؤلاء الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمكوك الفضائي وبرحلات الفضائية يتم انتقاء من نخبة القوات المسلحة الجوية بكل الدول، بأمريكا، بروسيا، بأوروبا، ببعض دول شرق آسيا، عندهم رواد فضاء لهم عملية انتقاء وقياس نفسي واختبارات جدا دقيقة، لا اعتبارات ترتبط بوجودهم لعدة أشهر بمنطقة أو حيز مكان كتير ضيق اللي هو المركبة الفضائية. في شواهد كتيرة بالتاريخ حصلت مع مجموعة كبيرة من رواد الفضاء استدعت تسليط الضوء على هذا الاختصاص وإلاء الاهتمام واعتباره فرع من الفروع اللي بتستاهل الدراسة والتمحيص، اعتبارات ترتبط بالقدرات الشخصية والنفسية لهؤلاء الرواد وحجم الضغط والقلق اللي بيتعرضوا له أثناء مهامهم. علم النفس اللاقياسي أو الشواذ، علم النفس الإداري الإرشادي، علم النفس الفن الجديد أو الحديث، الصحي أو الصح. حبيت بس أعطيكم فكرة أولية عن هيدي الاختصاصات والفروع والتطبيقات المهمة بعلم النفس لنوصل بالهيكلية للمقرر اللي عم نحكي فيه اليوم أو حنبتدي مشوارنا فيه اللي هو علم النفس المدرسي. حدا عنده أي استفسار قبل ما نمشي بقية الشروحات والتفاصيل؟ ماشي الحال لهلا؟ نعم دكتور، كله واضح، أوكي تمام. كله واضح. فإذا علم النفس المدرسي هو واحد من الفروع علم النفس التطبيق الهامة اللي بترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر ببقية الفروع، مش بالضرورة أي فرع من هذه الفروع يرتبط بكل الفروع اللي استعرضناها، لا، بس انه تلقائيا وقت نحكي بالمدرسه، طب ما المدرسه مرحله قبل في الاسره وبموازاتها وبوقتها وقبل وبعدها والى اخره، الاسره موجوده كمان كمؤسسه. هودي يعتبروا المدرسه، الاسره، الرفقه، وسائل الاعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، كلياتهم اليوم يعتبروا من مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، لانه كلياتهم بيتدخلوا بشكل مباشر ووثيق بالتربية إلى حد ما. فإذا هذا تحديدا الاختصاص كعلم نفس المدرسة بيهتم بكل شيء بدور ضمن البيئة المدرسية، يعني مناهج، مقررات، طرائق تدريس، أساليب، أنشطة تربوية، كلياتها من صلب هذا الاختصاص أو اهتمام هذا الاختصاص. بيكشف عن سلسلة كبيرة من الجوانب على مستوى المعارف والسلوكيات اللي بتحصل ضمن البيئة المدرسية. وبؤرة اهتمامنا احنا بالمدرسة مين؟ مين بيقول لي بؤرة الاهتمام بالتراتب الأولوية بدراستنا؟ للتلاميذ بالضبط. فأكيد موضوع التلاميذ هن بؤرة اهتمامنا وتركيزنا باعتبارهم موضوع علم النفس الأساسي اللي عم نهتم فيه. فإذا التلميذ هو الهدف. وبالتلاميذ كمان منن كلهم قالب نمطي ستاندر، بمعنى بالتلاميذ في الذكي وفي الأقل ذكاء، في المبدع، في الشخص العادي، في الشاطر، وفي بديش أقول كسلان بس إنه الأقل شطارة، في واحد عنده ثقة بالنفس، في واحد ثقته بالنفس أقل، في واحد مثلا جريء عمليا، مغامر، أنماط شخصية وسمات شخصية لا متناهية وعديدة. فعطول في عندي مبدأ بدي ركز عليه عطول، هو مبدأ الفروق الفردية بالتعاطي مع كل البشر، والتلاميذ شريحة من هود البشر، فالفروق الفردية بيناتهم كمان موضوع يستاهل الدراسة والتدقيق.
فإذا هذا الاختصاص بيتناول المشاكل اللي ممكن تصيب هؤلاء التلاميذ أو الاضطراب اللي ممكن تصيبهم، يعني أنه قلق الامتحان هو واحد من هذه المشاكل اللي ممكن تصيب التلاميذ، الخجل هو واحد من هذه المشاكل اللي ممكن تصيب التلاميذ، تدني الدافعية شرح، تنمر اللي ممكن يصير ضمن هذه المؤسسة كمان مشكل بده يتعالج. فإذا تدني الدافعية أو الخلافات الصفية أو التأخر المدرسي أو حتى الفرط الحركي وتشتت الانتباه هو من الاضطرابات اللي بيصيب التلميذ، فكل هذه الأمور بدي أخذها بعين الاعتبار، وأيضا كافة المشاكل التربوية والنفسية اللي ممكن تعيق رسالة المدرسة ووصول هذا التلميذ لمستويات متقدمة على مستوى تلقف المعرفة. يمكن المشكل مش في المدرسة تكون هي أساس فيه، يمكن يكون جابه معه من البيت من الأسرة. فما يعنيني أنه رسالة المدرسة بالأصل كون المدرسة واحدة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية هدف وجود هذا التلميذ ضمن البيئة المدرسية أنه نحن نزرع فيه سلسلة من الاتجاهات والقيم والعادات الإيجابية، ومنحاول معالجة فإذا هذه الأمور كلياتها بشكل أنه هذا التلميذ يوصل لمستويات من التكيف على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي وعلى المستوى الذهني. فإذا بدنا نسعى جهدنا لنحقق السواء النفسي ونخفف من حدة الاضطرابات النفسية، ومنا نسعى إلى تعزيز الصحة النفسية عند هودي الشريحة المهمة لهن أبنائنا الموجودين ضمن هذه المؤسسة. فإذا المدرسة هدفها تحقق رسالتها بإعداد هذا الجيل وتربيته ومستويات المواطنة الصالحة والتنشئة أيضا تكون خلاقة، ومنا نسعى إلى غرز القيم و كافة الفضائل المهمة ونجنبنا الرذائل لهودي أولادنا. فمن نحاول على مستوى علم النفس المدرسة نعزز كافة الخصائص التربوية، ومن نسعى أيضا جاهدين إلى جعل هذه البيئة اللي هي المدرسة مكان لجذب التلاميذ، يعني ما ينفرون منا منا نجذبهم لها كونها هي البيت الثاني، والمدرسة دورة مكمل لدور الأسرة وهي بتصقل شخصية هذا الشخص أو التلميذ أو الفرد من نواحي النفسية والاجتماعية والتربوية، مثل ما قلت بزرع ثقافة وقيم ومعايير أخلاقية هدفها تحسن من سلوك هذا الطفل أو التلميذ وتنمي فيه مستويات أو سمات الاحترام والتعاون والصدق والتفاعل مع الآخرين، وكذلك أيضا مستويات العلمية من نسعى لتنميتها وقدراته الذهنية فإذا، ومن نحاول نكسب قد ما فينا خبرات ونوسع له خياله حتى يصبح طفل أو تلميذ خلاق ومبدع ومبتكر. وبنفس هذه المدرسة نحن أيضا من المشترك كأخصائيين في هذا المجال كأصحاب اختصاص بعلم النفس أنه نرعى بعض التلاميذ اللي يتم تصنيفهم أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة مش بالضرورة يكونوا من الجانب أو على الضفة السلبية للموضوع. ليش؟ لأنه حتى المتفوقين والنوابغ والمبدعين يعتبروا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه بيتطلب أو بتتطلب البرامج الرعائية والإرشادية الخاصة فيهم مستويات متقدمة ومميزة من البرامج والخطط لصقل شخصيتهم واستثمار هذه الطاقة الموجودة عندهم. فإذا بدي نوه لنقطة كتير مهمة وكتار بيشتبهوا فيها، أنه مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة مش محصور بس بفئة الأفراد المنحرفين عن الوسط سلباً. احنا عطول المجموعة المعيارية عنا او المجموعة الضابطة هو السلوك الوسط المتزن، يعني الذكاء يعتبر هو وسط. احنا بالاي كيو وقت نعمل هذا الاختبار او التاست الاي كيو مفترض يجيب الواحد ما بين 90 الى 110،
حوالي 90% من كوكب الأرض بيكونوا ضمن هذه الشريحة أو التصنيف. دون 90 بلشنا بمستويات من التخلف العقلي، ببلش بسيط، وكل ما ننزل بالرقم كل ما نوصل للحد الأقصى التنازلي اللي هو تخلف عقلي شديد مثلا، فهودي كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة على المقلب السلبي والانحراف سلبا عن الوسط. فيما من الوسط وطلوع يعني فوق 110 كاي كيو ببلش حد الذكاء وصولا الى مستويات متقدمة من الابداع والتفوق. كمان هودي بيكونوا منحرفون عن الوسط ايجابا. برضو بالحالتين وعلى طرفي النقيض هودي يعتبروا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لانه كلهم بدهم برامج رعائية مميزة ومحكمة. هيدا في مخاص صبايا مقدمة وتمهيد لوصف هذا المقرر. حدا عنده أي استفسار؟ دكتور، هلا أنت حطيت لنا شيء الكور على التيم، هلا عم شوف ما في شيء. ايه صح، انا كان بدي نزله وما لقيت شيء. أنا عم بحكي صار شي دقيقتين وطلعت طاف الميكرو، حأرجع عيد اللي قلته، إن شاء الله بحاول بتذكره كلياته. زميلتكم اللي سألت السؤال بما خاص المحاضرات، برجع أتكرر، أنا حكيت الأسبوع الماضي اللي مكانه. عملياً هذه المحاضرات عرضة للتحديث الدوري والدائم، وبالتالي ممكن نزيد داتا، ممكن ننقص داتا. لهالسبب نحن بعد ما نخلص المحاضرة بنفس اليوم ببعث نسخة عنا PDF تنحط إضافة إلى التسجيل ريكورد على مايكروسوفت تيمز، وبموازاتها منحط نسخة تانية على مجموعة الواتساب. اللي منن معنا بالواتساب يدخلوا على المجموعة يتواصلوا مع المندوبة لحتى يصيروا يحصلوا المحاضرات PDF على الواتساب. بنهاية المطاف نحن بآخر أسبوعين ما قبل نهاية الفصل تحديدا بيكونوا تراكموا المحاضرات، بحدد شو المطلوب، ولو عم كرر حكيتهم أنا الأسبوع الماضي اللي ما كانوا يسمعوا، فبحدد شو المطلوب للقراءة وشو مطلوب للامتحان، وبعطي ترشيحات أسئلة الامتحان، وبناء على يتم إما طباعة هذه الكرات وأنتوا حرين بطباعتها أو إبقائها على التابلت أو البورتبل أو التليفون إلى آخره بالأسلوب تلاقيه مناسب فيك تدرس. عمليا بالامتحان بيجي ثلاث أسئلة، بتختاروا اثنين وبتكون العلامة على 100. هذا فيما خاص النقاط المرتبطة بالكور تحديدا. منال اليمن عندها سؤال. منال صباح الخير دكتور. نعم صباح النور، تفضلي يا منال. بس عندنا سؤال، انت بالمحاضرات بتقول معلومات زيادة ولا هي نفسها الموجودة بالكور؟ يعني بدنا نكتب وراك ولا كل شيء اللي عم تحكي موجود بالكور؟ لا أكيد الشرح ما دخلوا باللي موجود بالكور، الشرح الأمثلة إلى آخره ما بيكونوا مكتوبين أكيد. ولا بترجعي بعدين بتلاحظي اليوم مثلا بتخلص محاضرة بتقري المحاضرة بترجع للتسجيل، إذا عندك وقت وقت الامتحانات حتشوفي في كم كبير كبير تم شرحه مش مكتوب بالكور. لهالسبب من المهم جدا واحد يحضر حتى يلقط النوت اللي بتناسبه
ويسجلها كملاحظات على مستوى ملاحظات خاصة في تساعده كأسلوب للتدريس أو للحفظ. موضوع عندكم. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. حدا عنده سؤال غير منال؟ كان منال بعدك رفع إيدك. أوكي طيب، فإذا هذا فيما خاص هذه النقاط. منكمل بمفهوم علم النفس المدرسة. فإذا كمفهوم بعد ما حكينا بالمقدمة والتمهيد، يعد فرع من فروع علم النفس العام. هلأ مسمينه علم النفس التعليمي أو المدرسة لأنه الموضوع الأساسي هو التعلم المدرسي. وهون بدي من المفيد أيضا ميز الفرق ما بين التعلم والتعليم وما بين مصطلح تربوي أو مصطلح مدرسة. مثلا التعلم، وقت نحكي بمصطلح التعلم في عندي مجموعة من النظريات بيكون تتحدث عن كيفية التعلم. وهذا التعلم منه حكر على الإنسان وعلى التلاميذ فقط، قد يكون المتعلم هو كائن أو مخلوق حيوان مثلا غير كونه إنسان. وتعلم بصير بمعزل عن بيئة المدرسة، مش بالضرورة الواحد ليتعلم يكون بالمدرسة، يمكن يشتغله بمؤسسة، يشتغله بمهنة، يشتغله بحرفة، كله عرضة للتعلم. بأي موقف من مواقف الحياة ممكن الإنسان يتعلم. فإذا التعلم منه حكر على الإنسان، الإنسان بيتعلم والحيوان بيتعلم وكافة المخلوقات تتعلم، وبنفس الوقت لا يرتبط بالبيئة المدرسية بشكل مباشر، لأنه ممكن يحصل هذا التعلم ضمن هذه البيئة أو خارجها. تعليم، وقت نحكي بالتعليم بنصير عم نحكي بمؤسسة للتعليم، مدرسة، مهنية، جامعة إلى آخره. ليش؟ بالتعليم بيكون عندي مناهج وأساليب ووسائل. وقت نحكي بمصطلح التربوة هو نطاق الواسع والأشمل والأعم للقيم، للاتجاهات. في عنا خصائص إيجابية بيكتسبها الإنسان تربوياً، مثل اكتساب السمات الأخلاقية الحسنة والمثلى والنموذجية. بينما وقت نحكي بالمدرسة فبنكون عم نحكي عن جزء مهم من العملية التربوية، بس بتتم ببيئة محددة، وهيدي البيئة اللي هي البيئة المدرسية هي بيئة اجتماعية مكملة ومتممة لسائر أدوار التنشئة الاجتماعية. الأسرة مثل ما حكيت من شوي هي الأساس، يرجع المدرسة، المجتمع بشكل متسع، الرفقة، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، كلياتها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية حديثة. فإذا هذا فيما خاص الفروقات ما بين تعلم وتعليم وتربوة ومدرسة. تفضلي يا سهاد. بس ممكن تعدلي شو قصدك بمصطلح تربوي؟ تربوي قلنا هو النطاق الأوسع، لتحت طياته بتكون المدرسة وبيكون التعلم وبيكون التعليم، فهو نطاق واسع كثير التربوي وشامل، منظومة القيم، منظومة الأخلاقية، منظومة الاتجاهات، كافة الخصائص الإيجابية اللي بيكتسبها الإنسان على مستوى السمات الأخلاقية اللي بيكتسبها، كلياتها تحت هذا التصنيف، بتكون تربوي شاملة ومتسعة أكثر. منكمل، ومن المعلوم أنه المدرسة هي المؤسسة اللي حددها المجتمع للإشراف على تربية هذا الجيل بالإجمال. والجوانب النظرية العامة للتعلم أكيد توقع بميدان علم النفس، يعني وقت نحكي عن الدوافع، وقت نحكي عن الحاجات، وقت نحكي عن الحوافز، كلياتها مصطلحات يتم التطرق لها وشرحها والتوسعة بتأويلها ضمن ميدان علم النفس. بينما تعلم المدرسة فبيكون بميدان علم النفس التربوي، لأنه بيصير هذا التعلم المدرسة ضمن سياق اجتماعي معين. وعمليا أصحاب الاختصاص أو الباحثين أو العلماء بهذا المجال بيشتغلوا على وضع أبرز المبادئ والأساليب والوسائل المرتبطة بالتعلم المدرسي، واللي هدفها زيادة دافعية التلاميذ أو المتعلمين. نحن بنعرف أنه الدافعية هي مسألة جدا رئيسية
هي الأساس في تحفيز وتنبيه لدى السلوك، هي أساس أيضا إلى كثير وظائف ووظائف الأساسية بداية، فإذا تحفيز وإثارة وتنبيه السلوك، اثنين توجيه هذا السلوك، ثلاثة ضمان استمراره لحين بلوغ الهدف. يعني وقت بتكون تقوله انه اي سلوك يكون مشبع بالدافع، فالاصل بوجود هذا الدافع هو تحفيزه للسلوك وضمان استمرار وتوجيهه وضمان استمراره لحين بلوغ الهدف. اي دافع ناقص او اي سلوك الدافع عنده مش مكتمل الوظائف الثلاثه، ما منقول هذا تشكل الدافع تماما، وبالتالي ممكن ما يتحقق هذا السلوك ببلوغ الهدف. يعني وقت نقول هذا الإنسان دافعيته عالية، فهذا بيكون عنده كتير إصرار وعنده رغبة ذاتية وقدرة لحين بلوغ الهدف وتحقيق هذا السلوك اللي التزم، وبتساعد بتحسين تحصيل الأكاديمي. الدوافع أكيد بتساعد أي واحد مننا أو أي تلميذ أو أي طالب على تطوير وتحسين تحصيل الأكاديمي. يعني يتم استثمار القدرات وتفعيل القابليات والاستعدادات. وهون بدي ألفت لنقطة، أنه من شوي كنت عم بحكي بالآي كيو تيست أو الذكاء عند الإنسان. بالسابق ولو عم كرر، يمكن البعض يكونوا سامعين هذا الكلام والبعض مش سامعينه، بالسابق كان الاي كيو هو الاي كيو تيست، اختبار الذكاء، ومنقول عن هذا الانسان ذكي والله ذكي. لا، بالتجربه العلميه وحديثا نتيجه الابحاث والدراسات تبين انه بس الاي كيو منه كيف لنقول هذا الانسان مميز، لابد من تلازم سلسله من القدرات الذهنيه والمعرفيه مع بعض البعض لنقول انه هذا الانسان ذكي. وتلازم هذه السمات، الذكاء واحد منهم، الذاكرة كمان مسألة جدا مهمة، الانتباه بما يحتوي من أنواع، حكيتهم من شوي، الانتباه وقت تكون عم بتعامل مع مثير واحد بسيط مفترض هولي بعلم النفس المعرفي ضولكن عليهم، فبيكون بمستوى الأول البسيط عم بتعامل مع مثير واحد. يعني هلأ قاعدين نفترضوا نحن حضوريا بالصف وقام دق الباب، فالمثير هو صوت الطرق اللي حصل على الباب، فطبيعي انه نحن وحدنا بشيء حنظره باتجاه الباب، عم بتعامل مع مثير واحد. وهيك اذا نحن بالصف مرق له طار شي فراشي بلحظه كانت على اللمبه مش منتبهن لها وتحركت، هذا المثير هو الفراشي كمان حنطلع فيه. فهذا اليقظه اللي هو النوع البسيط والاول من انواع الانتباه، يلي سلسله انواع هن بيوصلوا كلهم سبع انواع. مثلا تركيز الانتباه هو نفس جرعة هذا الانتباه بس بيركزها الإنسان. يعني عمليا عم ركز صرت بمثير واحد بس خلص انجذبت لإله، بقاش عم بتشتت وعم ركز كل نظري عليه. يعني افترضوا مثلا عم بحضر شيء على التلفزيون لفتني فبركز انتباهي عليه. تجزئة الانتباه قلنا الإناث أقدر على الذكور من هذه العملية لأن بيولوجيا في شيء تشريحيا يرتبط بالبنية البيولوجية للنساء تعينهم على تجزئة الانتباه. يعني بتلاقيها بتحكي مع يمكن أكثر من شخص بنفس الوقت، تقدر توزع انتباهها ما بين هودي الأشخاص، عندها قدرة نفس هي الجرعة بس عندها قدرة على نقلة وتوزيعها يمين شمال طلوع نزول اللي هم. فلها السبب بتلاقي النساء بيتعاملوا مع عدة مصيرات بنفس الوقت، بينما الذكور لا، بيركزوا انتباههم وبالتالي ما عندهم هيدي القدرة. في عند الانتباه المستمر هي نفس جرعة تركيز الانتباه بس في ناس عندها قدرة على استنساخها ويشتغلوا السريع فيها بشكل تسلسلي، يعني حكم مباريات كرة القدم أو المترجم الفوري. مش بس بده يكون عنده تركيز انتباه، بده يكون عنده قدرة على استمرارية هيدا النوع من التركيز، فبيسموه الانتباه المستمر. حكم مباريات كرة القدم ما في أبدا ولا لحظة يشت أو يبطل مركز. المترجم الفوري نفس الشيء، بده يضله ريل تايم كل الوقت بده يضله مركز، فهذا الانتباه المستمر.
في شيء خاص بالانتباه الانتقائي، بالانتباه المكاني، خاصة بالأجسام البصرية، مش هلأ بمورد شرحها لأنه بطول الشرح. في شيء اللي هو التيقظ، اللي هو عكس اليقظة تماما على المقلب الآخر، هو سلسلة من عمليات الانتباه المركبة مع بعض البعض اللي بتستلزم من الإنسان يستعين بكذا نوع من الأنواع وينفذهم كلهم. افترضوا شوفير الإسعاف بده يكون طاير بباله الشخص المريض اللي ناقله، يمكن تكون حالة خطرة وضعه تتطلب إيصاله مباشرة إلى غرفة العمل الجراحي بالمستشفى، فهيدا شغله باله. بنفس الوقت طاير بده ينتبه قدامه للطريق، بده يقص الطريق باتجاه المستشفى، وبنفس الوقت فهيدا انتباه مركز، وبنفس الوقت بده يكون انتباهه مستمر لأنه الطريق طويل، وبنفس الوقت بده يكون عنده قدرة على تجزئة الانتباه من أي مفرق بيطلع سيارة أو شخص عم يقطع بيعبي فيه بيتسبب بحادث. كلياتا عمليات مركبة تتطلب منه فإذا أنه هيدا الإنسان يكون متيقظ تماما، وهيدا أعلى مستوى من أنواع الانتباه. نرجع لشرح نظام الذكاء الجديد، فإذا الذكاء موجود، الذاكرة موجودة، الانتباه موجود، وأيضا بكمل بعد في عندي أربع نقاط وسمات. بده يكون عنده قدرة على حل المشكلات، بده يكون عنده قدرة على اتخاذ القرار، الرياكشن تايم ردة فعله بده تكون بمستوى وسط وما فوق، وبده يكون عنده مرونة، ما يكون انه يابا كثير متزمت ويصد. فالمرونة والتكيف أساس. فإذا نظام الذكاء الجديد بعجالة يحتوي ذكاء، ذاكرة، انتباه، حل مشكلات، مرونة، اتخاذ قرار وردة فعل، كله بده يكون من وسط وطلوع. عندك سؤال يا سهاد؟ تفضلي. قبل ما نكمل شرح تفضلي. قبل أقول أول شيء حكيت عن الانتباه مع مثير واحد اليقظة، بعدين حكيت شيء إنه النساء بيولوجيا بيركزوا أكثر من بكذا شيء، شو اسمه؟ هو تجزئة الانتباه. أوكي. تقسيم الانتباه أو تجزئة الانتباه. في عنا تركيز الانتباه، في عنا الانتباه المستمر، في عنا الانتباه الانتقائي، انتباه المكانة، وفي عنا التيقظ. هو ده السبع أنواع. صح. فإذا علم النفس المدرسة بيبحث بالعملية التعليمية وبيتناول سلوك المتعلم بالموقف الصفي ضمن البيئة المدرسية، ويعتبر هذا العلم اللي هو علم النفس المدرسة ركن لإعداد المدرسين وتدريبهم وتأهيلهم حتى التلاميذ يستفيدوا من هذه الخطط والبرامج. فعملية التدريب حتى والإعداد للمدرسين تؤدي إلى مستويات من تراكم الخبرات والتجارب عندهم. فعلم النفس المدرسي أيضا بيزودهم بالأسس والمباني النفسية اللي بتتناولوا طبيعة التعلم المدرسي، بيصيروا أكثر فهم وإدراك لطبيعة مهامهم ووظائفهم، وبيصيروا أكثر مرونة وأكثر قدرة على امتصاص واستيعاب هيدي المشاكل اللي بتصادفهم بالصف والعمل على معالجتها. ويزود هيدا العلم أيضا المعلمين بنوع من الاستبصار بالجوانب النفسية للسلوك الإنساني، يعني بيصير التوقع محقق عندهم قد ما بيمرق على راسهم تلاميذ وقصص ضمن البيئة الصفية، فبيصيروا قادرين يرصدوا ويلاحظوا طبيعة هيدي المشاكل وكيفية مقاربتها والعمل على معالجتها. هذا الشيء أكيد بيتحقق لنا نتيجة الخبرة والتجربة، بيصير عندهم قدرة على فهم الحقائق من خلال هيدا العلم. يتسنى لهم الاطلاع على الكثير من البحوث والدراسات العلمية بميادين التربية، وعمليا الاختصاص النفسي بالمجال المدرسي يقوم بجلب وإحضار و تلقف أو تحصيل هذه الداتا عادة لأنه بيكون متابع، وعمليا عطول عطول بيسعى جهده إلى التعرف على أبرز أساليب وطرق التدريس من خلال اطلاع على أبرز هذه النظريات التعلم الخاصة بهذا المجال وتطبيقها على أرض الواقع والاستفادة منها الحد الأقصى الممكن وانعكاسها على البيئة الصفية والمدرسية. ونحن بنعرف انه مبادئ مثل مبادئ الاطفاء او التعزيز اللي بيحكوا فيها علماء النفس السلوكيين وما شابه
فهودي أساس مبادئ الإطفاء والتعزيز، إما بشجب أي سلوك وكبحه وتوقيفه عند حد معين إذا كان سلبي، وإما تعزيزه إذا كان إيجابي. فمبدأ الإطفاء والتعزيز للسلوك أساس يتم تعلمهم وتلقفهم والاطلاع عليهم من خلال هذه النظريات والمدارس بعلم النفس. وأنت كاختصاصي شغلتك تنبش على هيدي المصطلحات أو هيدي المنظومات بشكل عام وتستثمر على أرض الواقع. الهدف من استثمارها إلنا نواجه المشاكل اللي ممكن تشوفها على أرض الواقع ضمن البيئة الصفية، تقدر توضع حلول نموذجية مجردة ومناسبة. وعلم النفس المدرسي أيضا يسعى لإكساب المتعلم مجموعة من المهارات السلوكية والعادات الإيجابية، وإلنا زرع مستويات من الاتجاهات البناءة والإيجابية بشكل مثالي، وهذا الشيء بيحقق مستويات من التوافق السوي بين التلميذ وزملائه ضمن البيئة الصفية. يعني عمليا أنت من خلال شرحك للأوامر للنواهي للمحجوب للمرغوب للمسموح للممنوع تقدر تضبط الإيقاع ضمن البيئة الصفية. وبيتميز علم النفس المدرسي، بخلص هالفقرة وبياخد سؤالك يا سهاد، بأنه علم نظري وتطبيقي بنفس الوقت، لأنه ما فينا نتصور ميدان هذا العلم بأنه بس تطبيقي. ليش؟ لأنه في كتير من الداتا المعرفية اللي بدي حصلها وبدي أعكسها، لها السبب هو بيوقع بمنطقة وسطية ما بين وبين ما بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية. ليش؟ لأنه عطول عم بواكب وعم حصل داتا نظرية معينة وبدي أطبقها على أرض الواقع، لها السبب هو بمنطقة وسطية ما بين هيدي العلوم النظرية والتطبيقية. تفضل يا سهاد عم بسمعك. دكتور، بالنسبة لمبادئ الإطفاء والتعزيز للسلوك، يعني إذا سلبي من نكبحه وإذا إيجابي من غززه، كمان علم النفس المدرسي بينقلها للمعلمين لكيفية التعامل مع التلاميذ؟ للمعلمين وللتلاميذ أكيد، يعني هيدا من مهام علم النفس المدرسي أيضا. نفس هذا المعلم ما هو عطول عم يتعلم، إحنا قد ما وصلنا لمراتب علمية عطول هذا الإنسان بيطور التعلم. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني للقبر بيضلوا الإنسان يتعلم. فأكيد المعلمين أو الأساتذة أو المربين إناث أم ذكور والمتعلمين كلياته بده يلتزم هذا المنح. نجي لتعريفات علم النفس المدرسي. بالتعريفات حنستعرض نحن وياكم بعجالة وما فينا نتدخل بالتعريف كتير، حنستعرض بعض التعريفات لبعض العلماء والباحثين العرب تحديدا مثل ما وردت بكتب علم النفس التربوي. بداية مثلا عندنا من مصر أحمد زكي صالح، عنده كتير مؤلفات مهمة على مستوى علم النفس. بيقول بتعريف علم النفس المدرسي بأنه العلم الذي يبحث بمشكلات النمو التربوي كما تمارسه المدرسة، من حيث أنها المؤسسة التي اختارها المجتمع للإشراف على تربية الناشئ. فإذا هذا العلم عم يبحث بمشكلات النمو التربوي. مشاكل النمو التربوي إذا ما نستعرضها يمكن تكون عقلية، يمكن انفعالية، يمكن عنده نقص بالدافعية هذا التلميذ، يمكن عنده تأخر دراسي، فمنا نبحث فيهم لهول المشاكل ونشتغل على معالجتهم. وبيعتبر أنه المدرسة هي المؤسسة اللي اختارها المجتمع الإشراف على هيدي العملية التربوية بحق هودي التلاميذ أو الناشئ. نحن آخر الشيء المدرسة ما خلقت وولدت من عبث أو من فراغ، المجتمع هو اللي قرر بالتراكم أنه كنا أول شيء بلشوا بمدرسة تحت الشجرة، كان معلم أستاذ أولاد الضيعة تحت الشجرة يعلمه، بعدين طلع عندهم لا منيح يكون فيه حيز جغرافي وفيزيائي وفيزيقي يحتوي هؤلاء الأشخاص. وهذا الأستاذ رجع حكيه بمجموعة أساتذة، رجعوا وسعوا البكار شوي، رجعوا حكيه بالإدارة برامج خطط. فبالتالي المجتمع هو اللي حدد أنه هيدي المدرسة شغلتها الإشراف على تربية النشأ. تعريف فؤاد أبو حطب بال 1980 أيضا بيقول عن علم النفس المدرسي أنه هو الدراسة العلمية للسلوك الإنساني الذي يصدر خلال العمليات التربوية. فإذا عندي سلوك إنساني أنا ندرسه بشكل علمي ومنهجي، وهذا السلوك الإنساني
يصدر عن الفرد خلال العمليات التربوية، يعني بدنا ندرس أفعاله، ردود أفعاله، عملياته العقلية إلى آخر. تعريف عبد المجيد نشواتي كمان من مصر 1985 بيعرف علم النفس المدرسي بأنه الدراسة العلمية للسلوك المتعلم بالأوضاع التعليمية المختلفة. فإذن كمان دراسة علمية منهجية موضوعية للسلوك اللي عم نتعلمه، يعني الحفظ، الربط، التحليل، ملاحظة، الاستبصار أثناء الأوضاع التعليمية بمعزل عن طبيعة هذا الوضع التعليمي. تعريف محي الدين طوق وآخرون، وهو آخر تعريف نحكي عنه بال2008، هذا التعريف بيقولوا فيه: ذلك الميدان من ميادين علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك الإنساني بالمواقف التربوية وخصوصا المدرسة. فإذا عندي سلوك بدي أدرسه، وعندي موقف، مواقف معينة، وعندي بيئة اللي هي المدرسة اللي دخلها عم بيتم هذا السلوك وعم بتصير هذه المواقف. هذا فيما خص أبرز التعريف. نجي لنشأة علم النفس المدرسة. بنشأة علم النفس المدرسة، أول مبشر بعلم النفس المدرسة أو بالتربية كمجال تطبيقي هو عالم نفس ألماني جوهان هربرت بال 1841، يعني من 181 سنة صار، حاول استنباط مبادئ علم النفس اللي تحتوي على قيمة علمية تستاهل الدراسة. يعني مثلا موضوع الدافع حاول يركز عليه ويدرسه، موضوع الحافز، موضوع الحاجات، موضوع الذاكرة، موضوع الانتباه، موضوع الذكاء. وبنفس الوقت عندنا مجموعة من علماء النفس البريطانيين، هلا أكيد سلسلة أسماء ترجعوا تقروهم، بالإجمال هن يعتبروا رواد المدرسة العلمية للتدريب الشكلي. هلا بنحكي شو المقصود. هن العلماء عندي هربرت، عندي توماس، عندي شارلز، مجموعة من العلماء. فإذا نظرية التدريب الشكلي اللي حكيوا عنها تستند إلى نظرة الملكات العقلية كاصطلاح. شو المقصود فيه؟ نظرية الملكات العقلية بتشوف أنه العقل يتكون من مجموعة ملكات أو سمات إن صح التوصيف والتعبير وتلطيف المعنى، أنه العقل بيحتوي على مجموعة ملكات أو سمات أو قوى عقلية. هيدي الملكات أو السمات هن الشيء اللي حكيناه من شوي، الذاكرة واحدة منهم، الانتباه واحد منهم، الإدراك منهم، الخيال منهم، قدرة الإنسان على التخيل مثلا، تفكير منهم، المزاج منهم. فإذا وقت نحكي بنظرية الملكات العقلية اللي حكيوا عنها هودي العلماء البريطانيين، فبيركزوا على التدريب الشكلي اللي بيستند على نظرية الملكات العقلية. وقت نقول ملكات عقلية يعني مجموعة إلنا السمات الخاصة بالقوى العقلية اللي هن إلنا ذاكرة، إدراك، خيال، تفكير، انتباه، مزاج، ذكاء إلى آخر. واهتموا هودي العلماء بمشكلات الوراثة والبيئة. بعد منا ومن نفس المنطلق في عنا عالم بريطاني اللي هو فرانسيس جالتون، ركز على ميدان القياس العقلي. يعني راحوا، وبنرجع لك يا ضحى بعد شوي نخلص الفكرة، راحوا لموضوع الاي كيو كأساس وكيفية دراسته. وأيضا كاتل هو عالم أمريكاني وبناء كمان عالم فرنسي، إذا عمليا بتلتفتوا بتكونوا أخذتوا بكثير مقررات عن موضوع الاي كيو وقديش هودي العلماء اهتموا بالاي كيو. في عنا نحن مثلا مقياس كاتل أساس من الاختبارات والمقاييس الموجودة عنا الاي كيو تيست ومعتمدين تريفن، ستانفورد، بناء إلى آخره. فكاتل هو عالم أمريكاني كمان ركز على قياس القدرات العقلية. مقياس بناء للذكاء كمان هو العالم الفرنسي ركز كثير على هذا المقياس. فإذا عمليا هو العلماء اشتغلوا بشكل مركز أيضا على تحديد معالم علم النفس التربوي.
1896 في عنا كمان عالم أمريكاني اللي هو لايتنر، يعتبر المؤسس الرئيسي لعلم النفس المدرسي، أنشأ أول عيادة للأطفال غير المتكيفين أو المتوافقين، يعني اللي عندهم صعوبات تعلم ابتداء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعتبره بال 1896 هذا العالم الأمريكاني أنشأ أول عيادة لرعايته بولاية فيلادلفيا الأمريكية. بعد منه صار فيه كتير تطورات بهذا المجال. في عنا كمان عالمان أمريكيان هن ويليام جيمس وجون ديوي، اشتغلوا على تطوير هذه الأمور. وبال 1888 قررت الجمعية القومية بأمريكا أيضا اعتبار مادة علم النفس التربوي مادة أساسية ورئيسية لأعداد المعلمين. ببداية القرن العشرين، مش من زمان يعني، دخل علم النفس التربوي الجامعات كتخصص رئيسي، وبعد منها بلشت الأمور تتطور إيجابا. مجموعة كبيرة من العلماء ارتادوا ميدان هذا العلم، تحدد بشكل واضح بال 1920 وضحت معالمه، وبعد منها مباشرة توالت وتتابعت الاهتمامات والبحوث والمؤلفات التجريبية المرتبطة بهذا العلم كعلم نفس مدرس. وصار عنا سلسلة كبيرة من المختبرات، وصار عنا كثير من المؤتمرات العلمية اللي ساهمت أيضا بتوضيح معالمه وطبيعته، وصار هذا العلم بالمقررات الأساسية اللازمة والركيزية والمعتمدة بتدريب المعلمين بسائر الكليات والمعاهد التربوية بمختلف مستوياتها وأنواع. بالخمسينات زاد الاهتمام أكثر بعملية التعلم، هلأ بلشنا نشتغل على موضوع الصف وعلى البيئة الفيزيائية وعلى علاقات تفاعلية بين الطلاب وأقرانهم اللي هن رفقاتهم والأساتذة اللي بيعلموهم، وتدريجيا دخلت الجوانب التطبيقية على موضوع هذا العلم، لصار يعتبر من العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية. بالعالم العربي تحديدا ما يعنينا أنه يسجل لمصر بداية انطلاق هذا العلم ببداية أو بأوائل الثلاثينات من القرن الماضي، يعني حيصيروا 90 سنة 92 سنة، بعد 8 سنين يصيروا 100 سنة، تم إنشاء معهد التربية للمعلمين اللي هي كلية التربية بجامعة عين شمس حاليا، فيسجل لمصر فإذا بداية انطلاق هذا العلم بالعالم العربي. هذا فيما خاص نشأة علم النفس المدرسة. حبيت ضوي لناخذ فكرة أولية عن نشأته حتى وقت نوصل لبقية العناوين كأهداف ووظائف تكون واضحة التفسيرات. عنا ضحى البرادي، سؤالك يا ضحى. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بالنسبة بس للمجموعة البريطانية، حضرتك قالت أنه هن رواد المدرسة العلمية للتدريب الشكلي، صح؟ ورجعنا حكينا أنه النظريات الملكات العقلية هن اشتغلوا على عليهم، بس أنه أنا ما فهمت كيف تدريب شكلي وكيف نحن عم نحكي عن الانتباه والإدراك والخيال اللي هن إشياء داخلية، أو يمكن أنا فهمت. لا واضح، بس عطول بدي أربط ما بين الشكل والمضمون. يعني افترضي على سبيل المثال رحنا للألمان وقت نحكي بنظرية الجاشتال، كمان عندك مثلا الشكل هو أساس، بس ما منبقى نحن محصورين بالشكل بعمليات التفسير، لأنه بعدين من الشكل ما ننفوت بالمضمون وبعدين ما ننبلش أنفسر ونأول، فمش عطول بيكون في حدود يعني عمودية وانقسام عمودي ما بين المستويين. يعني عمليا هو تدريب شكله، بس آخر الشيء لابد من تدخل باطني لهيدي الملكات العقلية اللي حكيوا عنها العلماء، سواء موضوع حتى اللي عنده قدرة على التخيل. احنا وقت نميز الانطوائيين عن الانبساطيين منقول هذا الانطوائي بيركز على التخيل ومنه محسوس وملموس مثل الانبساطي، بس هيدا ما بيمنع انه نفس الشخص اللي عم يتخيل يستحضر صورة من ذاكرته
على مستوى الشكل يظهرها قدامه، ولو انه منا ملموسة، بمعنى احنا ما حنشوف الصورة اللي هو نكشها من ذاكرته وطلعها وعم يتفرج عليها. يعني انت عمليا وقت تكوني عم تحلله وعم تتخيله، ممكن كتير تستعيري شكل لا جسم ظاهري بيوم من الايام وقع بصرك عليه، استحضرتي وبالتالي عم تشتغلي على تأويله وتفسيره وترجمته. وصلت الفكرة؟ وصلت دكتور، ميرسي. اهلا وسهلا. طيب ديما عندك سؤال كمان؟ دكتور كان عندي نفس الاستفسار مثل ضحى، انه التدريب الشكلي ما كتير فهمت انه شو يعني، بس هلا مش الحال. اوكي طيب نجي فأذن لموضوع آخر اللي هو الأهداف. بأهداف علم النفس المدرسة، نحن نحكي نحن وياكم على طول بأهداف علم النفس. بأهداف علم النفس المدرسة ما بتختلف بجوهرة عن أهداف علم النفس بشكل عام، لأنه أيضا علم النفس المدرسة يسعى إلى تحقيق سلسلة الأهداف اللي بيتوقع علم النفس، اللي هي وصف وتفسير السلوك، اللي هي التنبؤ بالسلوك، واللي هي ضبط السلوك، كمان بنشرحه انتباعا وبعجالة. على مستوى وصف وتفسير السلوك، ابتداء الإنسان بالفطرة مدفوع نحو المعرفة والفهم عن طريق الوصف، تفسير، إزالة الغموض، انه على طول بنتساءل نحن كيف وليش. فإذا الوصف ابتداء هو الخطوة الأولى لنفهم السلوك، ويعرف الوصف بأنه تقرير عن كافة الظواهر القابلة للملاحظة وبيان علاقتها ببعض البعض. وعلم النفس مثل كثير من العلماء، علماء الاجتماع وما شابه، بيهتموا بجمع الحقائق عن السلوك اللي بيكونوا ضامرين أنه يدرسوا ليوصلوا لصورة دقيقة وتفصيلية عنه. وهذا الشيء يتم عن طريق القيام بملاحظات علمية دقيقة لهذا السلوك. والتفسير اللي بيجي مباشرة بعد الوصف بيحدد السبب بحدوث سلوك معين. يعني على سبيل المثال وقت نحكي بالتعلم الجيد مثلا، بدي شوف شو أبرز العوامل المؤثرة لحقق هذا النوع من التعلم، فبدي روح محص هذه الأدلة وهيدرس هذه المتغيرات وأرشها وشوف شو هو أبرز العوامل المؤثرة التي أدت إلى تحقيق مستويات من الفهم والإدراك والاستيعاب إلى آخره، حتى كانت النتيجة أنه هذا الإنسان بيدرس مضبوط وبيجيب علامة عالية. أو محاولة اكتشاف أسباب العدوان وأسباب انحراف الأحداث، يعني بدي كمان أربط الأمور وبدي حلل وبدي أول، فبروح بشوف شو السبب لأنه هذا الشخص أو هذا الطفل أو هذا التلميذ منحرف سلوكيا جانح. هل السبب من المدرسة من رفقاته، والله الأسرة البيت، في عنا تفكك أسري، في عنا حالات هجر طلاق إلى آخره. فإذا التفسير يحدد السبب بحدوث سلوك معين. نقطة تانية بالأهداف اللي هي التنبؤ بالسلوك. التنبؤ يشير إلى القدرة على معرفة الظواهر المستقبلية بمجال محدد بالاستناد على التعرف وربط سلسلة العلاقات الموجودة بين هيدي المتغيرات. بمعنى تاني تعيين الظروف وتحديدها اللي يحتمل أنه من خلاله يصير عندي سلوك معين. احنا بنعرف أنه الضغط بيولد الانفجار، يعني كتر الضغط وكتر الكبد يؤدي إلى بعض الاضطرابات مثلا. فإذا قادر أتنبأ تلقائيا بأنه هذا التلميذ نتيجة تعرضه لمستويات من التنمر، لمستويات من القلق ومستويات من الضغط، احتمال كبير هذا كونه خجول وعم يتعرض لهالمستويات من التنمر، فهذا الشيء بده ينعكس على ثقته بنفسه بشكل تلقائي ولا إرادة، فممكن اتنبأ بهذا السلوك مستقبلا إذا قدرت حدد المقدمات لهذا السلوك. ثلاثة، ضبط السلوك والتحكم فيه. هون الهدف منه قدرة الباحث على التحكم ببعض المتغيرات المستقلة اللي قد تكون هي السبب بإحداث ظاهرة معينة لبيان أثرها
وتداعياتها على عوامل ثانية لصيقة فيها، وعلى إمكانية التحكم بهذه التغييرات وتعديلها لا بيان، فإذا مثل ما قالت أثرها وتداعياتها على متغيرات ثانية. يعني على سبيل المثال كأمثلة واقعية ملموسة، مبدئياً في يقدر أنه الضجيج واللهو ممكن يؤدي أو حتماً سوف يؤدي إلى تشتت الانتباه وعدم التركيز. وعلى المقلب الآخر والعكس تمام، في اعتبر أنه الإصغاء يؤدي إلى تركيز الانتباه وبالتالي بيساعدني على الحفظ كبيئة صفية وكتلاميذ عم نتعلم. ويمكن ضبط السلوك عن طريق تعزيز السلوكيات المرغوب فيها وإطفاء السلوكيات غير المرغوب فيها. الشغلة المنيحة بعززها، طيب لها إيجابا، وبالتالي في إمكانية استثمر هذا النتاج. والعكس صح تمام، فإذا في شغلة سلبية بدها تشتتني، فمن خلال ضبطها وإطفائها كمان في يقدر، ومن خلال عملية الضبط والتحكم بأنه الخواتيم حتكون إيجابية، بالإضافة إلى تشكل سلوكيات جديدة ما كانت موجودة عند المتعلم. يعني بمعنى على مستوى ضبط السلوك والتحكم فيه وأتفعل المشاركة بين التلاميذ وأطلب منه وقاف أنت هلأ أنت عطيني رأيك، أنت مثلاً طلع على اللوح كمان اشرح هيدي النقطة، فبكون عم شاركه بهيدي السلوكيات، عم بيزيد التفاعل وعم عزز له ثقته بنفسه لهيدا التلميذ، وبالتالي من خلال الكنترول اللي تممته بوصل لخواتيم كتير إيجابية على هيدي المستوى. وحأستعرض أنا وياكم أراء مجموعة من العلماء والباحثين العرب حول أهداف علم النفس المدرسي. كمان بعجالة أحمد زكي صالح العالم اللي حكينا بتعريفه من شوي بيقول هدف علم النفس المدرسة هو البحث بمشكلات النمو والمقصود كافة النواحي اللي تعنى فيها المدرسة، النواحي التي ترتبط بالسمات المباشرة والخصائص للأفراد، بمعنى مثلا نواحي جسمية عقلية اجتماعية انفعالية، كلياتها من الأمور اللي إذا تعرضت لأي مشاكل واجبة وهدفي كصاحب اختصاص أني أبحث فيه. وبيتحدد هدف علم النفس المدرسة بناء على مفهومين اثنين حسب دكتور أحمد زكي صالح. واحد، إذا كانت وظيفة المدرسة إكساب المتعلم المعارف وتحصيل المعلومات واستذكار الدروس، فإذا كانت هذه هي وظيفة المدرسة فبيكون هدف علم النفس المدرسة هو معالجة طرق تنمية هذه المعارف وتهيئة الوسائل اللي بتساعد المتعلم على التحصيل، وسائل الأساليب يعني مناهج برامج إلى آخره، حتى وسائل الإيضاح هون بتلعب دور. أيضا إذا كانت وظيفة المدرسة العناية بالتلميذ باعتبار هود التلاميذ هن جيل الناشئة أو جيل المستقبل، فإذا كانت هذه هي وظيفة المدرسة فهدف علم النفس المدرسة من المفترض يشمل الاهتمام بشخصية وتبلور شخصية هذا التلميذ من جميع النواحي، يعني على مستوى قدراته العقلية أو الجسدية أو استعداداته أو ميوله، كلها من الأمور المفترض تسلط الضوء عليها كاختصاص علم نفس مدرسة. عندي عالم آخر اللي هو أبو حطب اللي حكينا عنه من شوي أيضا بالتعريف، بيقول أنه الهدف الجوهري لعلم النفس المدرسة هو تزويد المعلمين وغيرهم من العاملين بميدان تعديل السلوك الإنساني بالمبادئ الصحية والنفسية اللي بتتناول مشكلات التربية ووسائل التعليم المدرسة ليصيروا أعمق فهما وأوسع إدراك ومرونتهم تزيد عن الحد المتوسط بالمواقف التربوية المختلفة. عبد الرحمن عدس أيضا من علماء مصر بيقول أنه علم النفس المدرسة يهدف إلى البحث بصفات المعلمين خصائصهم التطورية، يعني هون ركز جهده هذا العالم على المعلمين، سماتهم النوعية الاجتماعية، قدراتهم على مستوى ديناميكيتهم حتى،
الفطنة عندهم، بمعنى القدرة على تلقف الأمور واستيعابها سريعا، وكيفية تقييم التعلم الناتج، وحتى علم النفس المدرسي يحقق هذه الأهداف من المشترط يستمد تعاليمه من مختلف النظريات النفسية المتاحة والشائعة. ومن المشترط كعلم نفس المدرسة يجاوب على سلسلة أسئلة، مثل أنه هؤلاء الأطفال أو التلاميذ ليش عم يتعلموا وكيف عم يتعلموا، وكيف فينا نحن كمعلمين أو أصحاب اختصاص نحفزهم، وكيف فينا نلتفت ونراعي الفروقات الفردية بيناتهم، وكيف فينا نقيمهم. هيدا فيما خاص فأزن هيدا العالم. نجي للعنوان الأخير اللي هو وظائف علم النفس المدرسة، ومننهي فيه وبفسح مجال الأسئلة. وظائف علم النفس المدرسة فينا نلخصها بالنسبة للمعلمين بالنقاط التالية، أو حتى أصحاب اختصاص علم النفس المدرسة. 1، استبعاد الآراء التربوية اللي بتعتمد على الملاحظات غير الدقيقة وبالتالي غير العلمية، والعمل على حسم المبادئ والآراء التربوية عن طريق تدقيق فيها وفق منهجية البحث العلمي المنظم. يعني على سبيل المثال خذوا شاهد ولو عم يتكرر عادة، اللي هو موضوع جدوى التعليم عن بعد، تعليم أونلاين اللي ابتدأنا فيه من 3 سنين بسبب جائحة كورونا، واللي للأسف مستمرين فيه أقله لبقية هذا الفصل بسبب الواقع الاقتصادي المستجد. بقاش كورونا خاصه، العالم بقاش عم تلبس كمامات، بس هلأ الواقع الاقتصادي بالبلد، المواصلات، النقل، انتو مثلا طلاب الفرع الخامس اللي بده يجي من كفر شوبة او من بنت جبال على الصيدة، في تكلفة مالية صارت عالية جدا. يعني وحدنا اذا بتسجل جامعة خاصة بالمنطقة الجغرافية القريبة من مكان سكنه وبيروح ماشي على الجامعة بصير اوفره من الجامعة اللبنانية سنة الجاية اذا بده يصير التعليم حضوري. ليش؟ لان مواصلات كتير غالي. بس لنجي لفلسفة هذا الموضوع، وقت نحكي بجدوى التعليم عن بعد بالمقارنة مع التعليم الحضوري، فهون بدي كلف كافة هذه المتغيرات حطها بعين الاعتبار، بعمل مثل شكل سلاحة معينة، بحدد النقاط الإيجابية وبحدد النقاط السلبية. يعني إذا بدي أحكي بالسلبيات، مثلا بيطلع عنا مثلا بالتعليم اللي عن بعد الأونلاين يختلف عن الحضوري بأنه التفاعل مش مثل قبل، في عنا نوع من الرتابة والروتين، يمكن ما يكون في جدية. هيدي بالنقاط السلبية. إذا بدي أحكي بالنقاط الإيجابية، بظل جائحة كورونا كان هذا التعليم عن بعد بيأمن لي نوع من الأمان الصحي، كل واحد ببيته قاعد آمن، ما في انتقال عدوى، ما في فيروس إلى آخره. يمكن تكاليف مادية أقل، وحتما هي تكاليف مادية أقل. إذا بدي أحكي سعر فاتورة الانترنت مع المواصلات، هلأ بأول تموز يمكن يختلف الإيقاع، تصير فاتورة الانترنت يمكن حتصير بسعر المواصلات على تسعير جديد. للأسف بلد ما في عنا شيء صح. وبالتالي من المشترط نحن كاختصاصيين بالمبدأ، الفكرة الأساسية، استبعاد كافة الأمور الغير دقيقة. 2، تزويد المعلم بحصيلة من المبادئ والفرضيات الصحيحة المجربة إلى حد ما، التي تصلح لمعظم المواقف الصفية والممارسات الصفية. هذا الشيء بيسهل عملية تعديل السلوك عند المتعلمين. ومن أبرز هذه الأمثلة مبدأ تعزيز الإطفاء وغيره من المبادئ اللي قلنا يتم استثمارها واستعارتها من النظريات الخاصة بالتعلم وعكسها على أرض الواقع. يعني كيف بدي أتعامل أنا كمعلم بالصف أو كأخصائي نفسي مدرسة مع الأشخاص افترضوا الإيجابيين المجتهدين المبدعين المتألقين المتعاونين، وبنفس الوقت كيف بدي أتعامل مع تلميذ عنيد أو أناني أو متنمر أو الواشي مثلا، هذا بفسد، هو صغير بحب يفسد، بحفزه على هذا السلوك والله بدي صده بأسلوب معين
لطيف واشرح له ما بيسوى وإلى آخره. حتى النظافة الشخصية بالصف بالمدرسة، تلميذ هذا بكب المحرمة بسلة النفايات، هذا بكب برا، بتبلش من هون عمليات التربية. فمن المشترط زوده للمعلم وللمتعلم بحصيلة من المبادئ والأمور الصحيحة. ثلاثة، إكساب المعلم مهارات الفهم النظري والتطبيق العملي التربوي، مثل مهارة رسم الأهداف، قياس، تقويم، وضع مناهج وتطويرها، عبر الالتزام بمعايير سليمة ووضع مقاييس معيارية ستاندر وقالب نمطي احتكم له. أربعة، توجيه عمليات النمو المختلفة بالطريق السليم، عبر التزام طريق تفهم المبادئ الأساسية للنمو والعمليات العقلية اللي بيمرق فيها الفرد. يعني احنا مثل ما بتعرفوا بنعرف سن البلوغ بيختلف بين الإناث والذكور، ونفس الشيء اللي حكينا عنه من شوي، موضوع أنواع الانتباه مثلا، في الانتباه وتجزئة الانتباه تختلف ما بين المستويين. موضوع سلسلة من الفروق الفردية اللي ممكن تنوجد ولابد من تسليط الضوء عنها. خمسة، تدريب المعلمين على الفهم العلمي السليم لمختلف أنماط السلوك والظواهر النفسية اللي بتصدر عن المتعلم. يعني هيدا بيّن لي أنه منزوي، منغلق، انطوائي، بدي أخذ هذا السلوك بعين الاعتبار وبدي أشوف كيف بدي أعالج. هذا انبساطي كمان أوفردوز، يعني عمليا بيضلوا نطنطة وإلى آخره. بديش أقول أنه إفراط حركة وتشتت انتباه، لا، عم بحكي بشخص انبساطي عادي مع الشرانة، بحب الأكشن عطول، كمان بدي أضبط الإيقاع بالصف. فالخجل، براءة الأطفال، طرح الأسئلة كمان من الأمور اللي بتعرض له، كمان بدي يكون مهيئ أجوبة لها، وبدي تدرب هؤلاء المعلمين على الفهم العلمي السليم لمختلف أنماط السلوك والظواهر النفسية اللي ممكن تصدر عن هؤلاء التلاميذ. نقطة السادسة والأخيرة بوظائف علم النفس المدرسة، اللي هي مساعدة المعلم على التنبؤ العلمي بالسلوك وضبطه وتعديله. كمان مثلا بيطلع عندي تلميذ عنده مشاكل على مستوى ضعف النظر أو السمع، بدي التفت أنا كمعلم أو كتربوي أو كأخصائي بعلم نفس المدرسة لا تداعيات هذا الموضوع. مش بقوم بالصف يكون عنده ضعف بصر وقعده آخر طبقة، أو يكون عنده ضعف سمع وأحكي معه بارم وجهي ما عم طلع فيه وجه بوجه وما عم خليه يقرأ شفافي. نفس الشيء في ناس عندها تشتت انتباه، بدي التفت شو الأسباب، هل هي تكتيكية أو هل هي دائمة، هل هي نتيجة مشكل بالبيت أو مشتت بالصف قاعد على الشباك بضله يلتهي بيطلع برا يسرح. كلياتها هذه الأمور بدي أخذها بعين الاعتبار. هذا فيما خاص النقطة الأخيرة بالعنوان الأخير اللي هي وظائف علم النفس المدرس. نحن لحد هذه النقطة منكون خلصنا محاضرة اليوم. إذا حدا عنده أي استفسار يتفضل قبل ما ننهي. كل شيء واضح إن الله راد. دكتور بس سؤال. تفضلي. ألا عم تسأل ولا سهاد؟ لا سهاد. سهاد تفضلي، برجع بياخذ ألا. تفضلي يا سهاد. بس فيك تعدلي بالوظائف 3 و4 ما لحقتهم وما فهمتهم لأني ما لحقتهم. طيب ما لحقتيهم ولا ما فهمتيهم؟ ما هو كنت عم ركز اني ما لحقت فما كتير ركزت. أيوة. بالفهم. طيب، ثلاثة، اكساب المعلم مهارات الفهم النظري والتطبيقي للعملية التربوية، مثل مهارة رسم الاهداف ووضع المناهج وتطويرها، القياس والتقويم. يعني عمليا نحن دورنا كاختصاصيين بمجال علم النفس المدرسة بدنا نحاول هيدا المعلم او الاستاذ او المعلمة او المربية قد ما فينا نطور مهارات على مستوى الفهم النظري والتطبيق العملي التربوي. يعني على سبيل المثال بدي افترض اطفال روضه اولى مثلا، غير الابتدائي مرحله التعليم الاساسي خامس ابتدائي، فبالتالي نحن بنعرف انه على مستوى المناهج التربويه والاهداف كل مرحله من هذه المراحل في سلسلة من الأهداف والمسارات المشترات نلتزم فيها لنوصل نحن وياهم بنهاية الفصل
لا حتى يتلقفوا المعرفة المطلوبة. فعمليا بدي أفترض إذا أطفال روضة بدي أعلمهم على مهارة مثلا حمل القلم أو الرسم فيه، إنه هو يميني ولا عسراوي، بدي التفت للشغلة باليمين كيف بده يحمل القلم، كيف بده يرسم على مستوى الألوان، في عندي مجموعة من الألوان عم بستثمرها أو موجودة ضمن البيئة الصفية، كمان أي ألوان بدي حط، قديش حجم المواد اللي بدي حط له إياها. ففي عندي معايير سليمة ومقاييس معيارية بدي حاول نميلهم إياها وطورهم إياها وفق هذا المعنى. أربعة، توجيه عمليات النمو المختلفة في الطريق السليم عن طريق تفهم المبادئ الأساسية للنمو والعمليات العقلية اللي بيبرق فيها الفرد. بدي أفترض فرضا عند بنت بالصف، وهذا الصف كلهم البنات اللي فيه من عمر 8 سنين للعشر سنين. طب ما هالعمر نحن بنعرف 8 سنين 9 سنين سن البلوغ، ممكن يصير عندي حالة بلوغ بالصف لهيدي البنت بهذا العمر بهذا الصف. طب أنت كمعلمة هون شو دورك على مستوى فهم وتوجيه عمليات النمو المختلفة؟ هيدي هون عملية نمو بيولوجي حصلت عند هيدي البنت، كيف بدي اتعاطى معها؟ شو بدي اقول لها؟ يمكن اهلها مش جايبين لها سيره اصلا شو ممكن يصير معها. فبالتالي عمليات النمو المختلفه بدي حاول وجهها بالمنحى السليم. اعطيت شاهد عملي حتى توضح الفكره. نفس الشيء كافه مبادئ النمو سواء بيولوجيه نفسيه عقليه بدي الفتهم لها واخذها بعين الاعتبار. ألا فرحات عندك سؤال؟ تفضلي يا ألا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بس لو سمحت بدي أسألك، الـ PDF كافي لحاله لحتى ندرس منه للامتحان؟ يا ألا أنت ما كنت معنا من أول المحاضرة، زميلتك سألت نفس السؤال وقلت لها فيك تاخدي نوت، أكيد بالشرح في إضافات، فكل إنسان عنده أسلوبه الخاص بتدوين الملاحظات. الملف كافي للامتحان؟ ايه كافي للامتحان. بيبقى موضوع انه افكاره عم بالقطع وبدي احفظها، كل واحد عنده اسلوبه الخاص، بس ما حيجي شيء من برات ملفات البداف. اللهم الا اذا السؤال فهم بيتطلب بيكون جزء من السؤال كمان في شيء نظري فهم، فبتستعرضي انت هذه الشروحات وبيهمني رايك الخاص هون يتدخل، وبتكتبي بناء على ملاحظاتك الذاتيه. ربيع، اهلا ربيع ديب، عندك سؤال؟ ربيع تفضل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك ربيع. بس لو سمحت بخصوص مفهوم علم النفس المدرسي، أول شيء كنت حضرتك عم تحكيه قلت يعد فرع من فروع علم النفس العام ودغري انتقلت على التعلم، بس هو التعريف هالقد كيف بيكون؟ التعريف حكينا هذا كنا بالمقدمة يا ربيع. بالتعريف حكينا بسلسلة التعريف بأربع تعريف لأربع علماء من مصر، مناش نخلط بيناتهم. شو بدك، التعريف ولا المقدمة؟ لا هلا انا بدي افصل بين التعريف بالمقدمه وتعريف الاربع علماء هودي لحال على جانب احمد زكي وليتي غيره. وانا لريحك يا ربيع، التعريف مطلوب قراءه مش مطلوب حفظه، يعني لتريح راسك من موضوع التعريف، لانه في بعض الزملاء الاساتذه الدكاتره بيعطوا تعريف بيجيبوهم بالامتحانات، انا ما بجيب تعريف بالامتحان، تاخذهم تاخذ فكره عنهم بس كخلفيه معرفيه بتوسع افاقك من خلالهم، ما تشغل راسك كثير بالتعريف. شكرا دكتور. شكرا ربيع. إيمان هاني. إيمان عندك سؤال؟ دكتور. أهلا وسهلا. لا أنا ما عندي، بس عندي شغلة بدي أعقب عليها. مثلا بالمدرسة عند المدارس عنا، حتى لو التلميذ عنده ضعف نظر، مثلا أنا صايرة مع ابني ما بيقعدوا قدام، ما بياخذوا بعين الاعتبار، بضلهم قاعدين ورا، مثلا بنزل أنا بقلي طويل ما بيشوفوا رفقاته، ما بيكون في تجاوب بين الأهل والمدرسة. أكيد هذا الشيء خاطئ، أكيد هذا الشيء خاطئ. هلأ طويل وعنده ضعف نظر بيقعد قدام على جنب، يعني الحل بسيط، من القصة معقدة، مش بالضرورة يعني طويل وعنده ضعف نظر يقعدوه قدام بالنص على الوسط، بيقعد على جنب وقدام بيمشي الحال، هو بيقشع وطوله ما حيأثر على اللي وراء. يعني في حلول، ما تقبلي معهم راجع الإدارة مش على خاطرهم. هني ما بيقبلش، انا عم بقول لك بس هني في مدارس ابدا ما بتقبل، ما بعرف ليه بحطوا كثير عرق بالموضوع. لا مش منطق ابدا، ما لهم بالحق من اي زاويه تفسير ابدا، ما تقبله، راجع الاداره وشو عندهم، يعني شو مبرراتهم انه عم تقولي ممكن طويل، بيقعد على جنب قدام بيشوف وما بيزعج غيره من طول.
يعني في حلول على الله. زينب كمال عندك سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا زينب. أنا بس كنت بدي أقول لك إنه أنا بتسائب بوقت هيدا المحاضرة ما عندي كهرباء، فبدي أحضرها ريكوردينج. ما في مشكلة يا زينب. إذا عندي أي استفسار بقدر أحكي حضرتك إنه بالمحاضرة الجاية. الله رد. ولا شكرا كثير، يعطيك العافية. الله يعافيك. سهاد عندك سؤال بعد يا سهاد؟ ايه دكتور، بس سؤال. لما قلنا عن نشأة علم النفس المدرسي، لما حكينا عن العلماء البريطانيين تشارلز وتوماس، قلنا عن التدريب الشكلي الذي يستند على الملكات العقلية. أنا اللي فهمته أنه السلوك اللي بيظهر اللي ناتج أو اللي مصدر هو الملكات العقلية، مثلا ذاكرة، انتباه، مزاج، مثلا عمل سلوك ما منيح لأنه مزاجه هيك، في شيء غير هيك؟ هو ده نسبيا. أوكي، يعني الشكل أو السلوك الظاهر نتيجة للملكات العقلية. عفواً عيدي آخر الشيء شو قلته؟ يعني قصدك يركز هؤلاء العلماء على التدريب الشكلي الذي يستند عليهم أنه السلوك الظاهر أو اللي بيصدر عنه مصدرهم هن الملكات العقلية. قلنا نظرية التدريب الشكلي هي تستند حكماً إلى نظرية الملكات العقلية. الملكات العقلية قلت لكم شو هن؟ هن عبارة عن سلسلة من السمات. قلنا الذاكرة منهم انتباه، إدراك، خيال، تفكير، مزاج. أوكي، طيب حدا بعد عنده أي استفسار؟ صبايا، شباب؟ إيدك الدكتور يعطيك العافية. مين معي بس؟ مين عم يحكي؟ إبراهيم مهني. إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بالنسبة للتصويب الأمور مع الطالب، هلا نحن كنا يعني اهالينا مثلا يقول الشغله اللي ما بيعرفهاش ما تقلوش اياها، احسن ما تضوي عليها، وخصوصا اذا الشغلات سيئه مثل. بس اللي عم نفهمه نحن انه اذا اي خلل بيصير بمطرح ما وانت بايدك تصوب له، لازم تروح تفهمه على هذا الموضوع، سيئاته وايجابياته. طبيعي اكيد، مع الاخذ بعين الاعتبار العمر اكيد ومستوى النضج والوعي. ما في شيء بالمطلق يا ابراهيم. يعني هلا بيجي ولد عمره 4 سنين 5 سنين بالصف. هلا بتعرف نحن في عنا ما اصطلع على تسميته بالتربية الجنسية مثلا، انه ما فيك تشرح له بهذا العمر عن العملية الجنسية بكل اركانها وتفاصيلها، انه مجرد سألك وانت صادق باجوبتك. يعني موضوع بمطارح اكيد تاخذ بعين الاعتبار العمر الزمني والنضج والوعي، بشكل كمان انه ما طلقنه شيء يكون منافي للصدق بالمطلق، كمان من انتبه لهذه النقطة. يعني ما بين وبين بدك تقسم الفرق، اكيد العمر له اعتبار، النضج، الوعي، الفهم له اعتبار. عملية توليف بدها شوية يعني حك دماغ بمطرح، وبتشتغل معه كحالة مستقلة. من ولد لولد تفرق الحكاية، من عمر لعمر بتفرق الحكاية، من بيئة لبيئة، من ظرف لظرف، كله له اعتبارات. يعني ما في قالب نمطي ستاندر تقول انه هيدا الولد مثل هيدا الولد، هيدا الجواب هو ذاته لهودي الولدين. في فروقات بدها ما نلتفت. اوكي، يعني لازم يتقولب حسب البيئة او حسب العمر. اكيد قلنا، وبحسب شو هو المتغير اللي عم نتناوله ونعالجه كمان. اكيد. اوكي، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعافيك. طيب، لأنه اللي رافعين دايون ضلوا رافعين دايون كأنه عن طريق الخطأ، فاللي عنده شيء بعد سؤال. دكتور أنا في سؤال صغير. ألا عم تحكي؟ ألا تفضلي. إيمان. عفوا إيمان تفضلي. بما أنه الموضوع شيء شوي يعني والمادة كتير حلوة، بس بدي أسأل سؤال. هل التنمر على يعني الولد وهو صغير بيؤدي لاكتئاب على عمر كبير مثلا؟ لانه عندنا نحن محاضره حتكون عن التنمر كامله متكامله، حنحكي بكل هذه التفاصيل. بس بالمبدا الجواب اللي حكيته من شوي لزميلك، موضوع الفروقات الفرديه إلى اعتبار. يمكن يكون واحد عم يتعرض للتنمر ليل نهار وما كتير يتاثر. هلا اكيد في تداعيات نفسيه بس بنسبه جدا ضئيله وقليله. بينما واحد ممكن يتعرض للتنمر مش للاكتئاب، يمكن يروح ينتحر. ففي فروق فردية، وقلنا ما في عندي قالب نمطي للتعامل مع كل الحالات. فلهالسبب كل موضوع بيستاهل دراسة حالة كلا على حدة. فبيبقى هيدا قدراته النفسية، مستويات التحمل،
مستويات الإحباط، عم يتنمر، من مين عم يتنمر، طبيعة التنمر، لفظي، بدني، البيئة اللي حصل فيها التنمر، التوقيت، كله له اعتبارات. وموضوع بالمتغيرات لا متناهي، قلنا ما في شيء على مستوى أنه قاعدة نمطية ستاندر يمكن تعميمها على الكل، فالموضوع حمال تفسير. بس ممكن أكيد اكتئاب أكثر من اكتئاب، ممكن يوصل للانتحار كمان، بس كمان مش كل الحالات معناتها في ناس أصلا ولا بتعرف تكتئب، توصل على مطرح يمكن بتكبر شوي بتنضج بتوعى تتجاوز المرحلة بصير يحدث فيها وهو ينغم على حاله يضحك على حاله كيف كان. موجودين كل النماذج موجودين. طيب صبايا وشباب، أهلا إيمان. صبايا وشباب، نحن موعدنا الأسبوع القادم بنفس التوقيت من الله رب. اليوم ببعث لكم المحاضرة PDF تكرر على المايكروسوفت تيمز وعلى الواتساب، وعمليا المحاضرة تم تسجيلها على المايكروسوفت تيمز، اللي ما حضرها فيه ممكن يراجعها ويحضرها. إلى اللقاء الأسبوع القادم ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك دكتور. الله معك. الله يعافيك دكتور. الله يعافيك.